أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ والله لا يحب الظالمين
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من الممترين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله
والله غني حليم يا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقدرون
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله.